طلع على المسكاكي يا غبي. اول ما قلت لك ايه اسمك قلت على طول فين التنكرات وسايبني مركون ساعه مستخبي. انت لم تتاكد ان انا شخارم؟ انت شخارم؟ انت لم تتاكد؟ لا انت شخارم. هسالك سؤال هندياك، من هم اشهر ممثلين بوليود؟ شاروخ خان، كابور خان، جميله خان، ماري خان، شكري سرخان. هو شخارم بغبائه. لا يوجد هنا احدا سوانا، يجب ان نتحدث المصريه. هم المطلع عين امي ليه من الصبح وقاعد عماله تقول لي كواكا وكاكي وكاكي اي حكايه. انت فاكر اللهجه الهندي دي مريحانا احنا الهنود؟ ده احنا اكتر ناس بنتعب، العالم كله بيتكلم ببقه الا احنا. امال احنا بنتكلم بايه؟ بدماغنا. نقعد نقول لا شو كنت فاري، اربع جمل يجي لي ارتجاج وانا واقف. ولو شغال مغني بقى لا هي صرع. والله العظيم تعبان انا في الهند. والله ما حد هيجيب لي صرع غيرك. ليه انت جايبني من الهند لغايه مصر هنا ومدخلني مطعم ليه؟ مش احتطني ليه؟ بس هقول لك، عارف المهراجة اللي جاي هنا المطعم ده خطف حبيبتي وجيبها على هنا. حبيبتك مين دي؟ يلا حبيبت البت الهنديه. ما كلهم هنود، انا واحده. يلا البت اللي بتعمل كده دي المؤدبه. يوه ما كلهم بيعملوا كده وبيعملوا كده وبيطلعوا في الاخر شمال. لا والله والله ما شمال، دي بتعمل يمين بس. ما اعرفهاش. يلا اللي انت كنت متجوزها عرفي. يا غبي، طب انت جايبني معاك ليه؟ عشان انت اللي تعرف شكلها، انا يا دوب بشبه عليها. ايوه. المهم عايزين ننتقم بقى، ننتقم من المهراجه ده. ازاي؟ انا هجيب قنبله هنا. بص انا هزرع له قنبله هنا، وبعدين اروي القنبله اللي زرعتها، وبعدين تطرح تطلع قنابل مستويه نفرقعها فيه. الله، لو الفكره دي نجحت الصيف الجاي نزرع بطيخ ونفرقعه ونطرطش لب على الناس كلها. بس انت جاي تجيب لي الضغط هنا؟ انا عايزك تركز معايا، احنا لازم نموت المهراجة ده. طب استنى قبل ما نموته اطمن على مراتاتي. اطمن يا سيدي. جاك اللي بعدك بعد يا ولا كان بعدك بعد ولا بعدك بعد يا بوز الاخص ولا بعدك بعد ابدا 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 الجزمه دي يوصل واجي على بعد طب على يا ماشي ولا ايه قالت لك ايه؟ ما فهمتش منها حاجه يا عم. هي قالت لك ايه؟ عايزه منك ايه؟ هي قالت بتقول لي الفيل بتاعك اتجوز فرخه. فيل اتجوز فرخه؟ انت هتشتغلني ده يخلفوا ايه دول؟ فيل اتجوز فرخه هيخلفوا ايه؟ تشيكن فيل ايه؟ انت جاي بتقلش عليا قلش هندي ولا جايين نشتغل ونفجر الراجل؟ احنا جايين نشتغل. ما تتعبش امي معاك. مش كفايه سيبني ملطوع ساعه كل ده بتيجي في الطريق؟ لا والله ده انت ما شفتش اللي حصل. وانا جاي بالفيل بتاعي عديت على 6000 كمين. اخر كمين ده الظابط يوقف الناس يقول لهم مخالفه مش رابط حزام، مخالفه مش رابط الحزام. عملت ايه؟ شديت زلومه الفيل عملتها حزام. قام وقف لي بقى. ليه؟ قال لي مخالفه. قلت له ليه؟ قال لي ما انت مفيم الفيل، ما يعرفش انه لونه اصلا اسود. يا رب كانوا كلبشوا الفيل منك. بقول لك ايه، انا اسخطك قرد وانت واقف. انت كذاب قوي. ايوه مش هندي، لازم نقعد نكذب. بس انت لو كذبت تخش النار. يعني احنا هنروح النار الهنود عشان بنكذب ومش هنروح النار عشان بنعبد البقر؟ يا راجل صلي. ايوه صح، ادعي ربنا يهدينا. المهم ايه ده؟ صوت هندي. هلاك بلاكاك. جبت القنبلليون؟ ها القنبلليه؟ لا افهمه. قنبله فرقع. فرقع كرومب. كرومب ايه؟ بقول لك قنبله فرقع. ما انت هتاكل كرومب تعمل قنبله فرقعها وقت ما تحب. الله يعرف اهلك، انجز خبي القنبله في اي حته. قنبله خبيها هنا؟ خبيها هنا واكتب عليها قنبله بقى. معاك قلم؟ يا ابني خبيها. معيش قلم. خبيها ورا المطبخ. خبيها ورا هنا؟ يلا بسرعه قبل ما حد يجي. اخيرا هنتقم من المهراجة اللي خطف حبيبتي وفجر فيه القنبله. ده لازم ده. يا سمير انت يا زفت يا سمير. يجب علينا اختباءات. مكانك هنا. انت يا زفت يا سمير، ايه الزباله اللي في المدخل دي؟ انت يا بني ادم، انت يا بني ادم. يا سمير انت يا سمير، معقوله مفيش حد هنا في المطبخ؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ فين الناس يا عساف؟ يا مستر عساف يا صاحب البتاع. ايوه فين الناس؟ اهم. طب ما تيجوا يلا. في اجتماع. اجتماع ايه؟ ما انت واقف اهو. تعال 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 اجي. ما يلين نقف هنا ليه؟ ما دام اخش يا عساف. معقوله؟
اجي هنا ما الاقيش ولا واحد من المساعدين بتوعي، وبتقول لي النهارده يوم مهم وفي مهرجه جاي. ايوه في مهرجه جاي وفي يوم مهم النهارده. اسمه ايه المهرجه ده؟ اسمه اكبر مهتماما ما في الدنيا. انت بتالف اسمه دلوقتي؟ والله هو اسمه شبه الحاجات دي. اكبر ايه؟ مهتماما في العالم. مهتماما. عموما انا قعدت 3 سنين في الهند. احلى اكلات هندي اعملها له النهارده اخليه يمشي من مصر عجبه الاكل اكتر من الاكل اللي بياكله في الهند. ايوه صح، لازم ان شاء الله. طيب فين حضرتك يعني الناس؟ انا مجهزهم في اجتماع. حضرتك يعني انا تحت امرك، انا شيف معروف واشهر شيف في العالم وفي مصر وفي كل حته، لكن ده ما يمنعش ان انت صاحب المطعم. يا باشا ما تقولش كده، والله العظيم ده احنا يعني. يا باشا ايه، انت صاحب المطعم انا شغال عندك. يا باشا ما تقولش كده يا باشا. انت صاحب المطعم انا اللي شغال عندك. لا ما تقولش كده يا باشا. انا ما بتكلمش على الفرقه، المطعم. انت صاحب المطعم انا شغال عندك. معلش عشان خاطر. معلش انا شغال عندك. يا طب انت اللي شغال عندي. تعال الناحيه دي. انت كده الشيف. ايوه. وانا صاحب المطعم. ايوه. انت يا بني ادم خدامك يا باشا. انت ما بتعملش غير الادوار دي ولا؟ تعال نحمد ربنا والله. انت صاحب المطعم. انا صاحب المطعم. يلا وانا اللي شغال عندك ان شاء الله. نادي الناس. انا هديهم، انا حاططهم في اجتماع جوه. حطيتهم في اجتماع؟ عامل لهم اجتماع يعني. عامل لهم اجتماع ايه؟ حضرتك انا المسؤول عنهم مش انت المسؤول عنهم. ماشي ماشي. نادي لهم. ماشي. يلا يا جماعه كله يجي. ثانيه واحده. الناس الاجتماع فاضي، يلا بينا. كاك كاك كاكي كاك كاكي كاك 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 أي حاجة. تعمل لهم اجتماع في الحمام ولا إيه؟ دلوقتي يا جماعة احنا عايزين التزام، ما ينفعش إن أنا أدخل المطعم بتاعي وأنتوا كمساعدين ليا ما لقوش. ده كلام فارغ، ده كلام مش مظبوط. حضرتك النهارده الاكلات كلها هتتم على اكمل وجه، في اي طلبات مني معينه؟ لا حضرتك شوف اللي حضرتك عايز تعمله، احنا موجودين معاك. انت مصر على حضرتك برضه. ماشي. ماشي طيب. حضرتك تقدر تتفضل وانا هتصرف. ماشي انا هروح دلوقتي اشوف الناس واجي. انهي ناس؟ المهرجة الهندي والعالم دي كلها. اتفضل. دلوقتي يا جماعة فرصتكم النهاردة، هعلمكم أكلات جديدة. الأكلات اللي هعلمها لكم عمركم ما تتخيلوا إن أنتوا تتعلموها في أي حتة غير عندي. كله يجمع؟ كله يجمع. أهم حاجة وأنتوا شغالين، الشيف الشاطر هو اللي دايماً بيبقى بيعمل دوشة طول ما هو شغال. طول ما هو شغال يعمل دوشة، يلبخ الناس في الدوشة، مش مهم هو بيطبخ إيه. أوكي؟ زي محلات الكشري يعني، نقعد إيه ونقعد نخبط. ايه ده؟ ده مين ده قريبك؟ ده ابن اختي معلش جايبه واتبسط. جايبه واتبسط؟ ما في يوم صعب زي ده؟ جاي يتدرب النهارده؟ معلش يا مستر. ماشي عموما هنشتغل دلوقتي، حد عايز يسأل أي حاجة قبل ما نشتغل؟ أنا. اتفضلي. المسقعة الهندي تتعمل ازاي؟ المسقعة الهندي بنجيب بتنجان هندي. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتشرب لبن؟ بشرب شوية. أنت مش اتفطمت يا؟ المسقعة الهندي بنجيب بتنجان هندي وبنجيب فلفل اخضر هندي وبنجيب طماطم هندي ومعاهم فصين توم مصري. ايه ده اشمعنى التوم مصري؟ وهنلاقي توم هندي منين يعني؟ المهم بعد ما بنجيب ده بنقلبهم كلهم مع بعضيهم وندخلهم الفرن، نطلعهم الفرن نديهم لاي حد هندي ياكلهم بقى. ها ده بالنسبه. عايز ايه؟ عايز اخش الحمام. انت جايب لي طفل معاك؟ معلش دخلوها يزروت الدنيا. اللبن فظيع. انت عايز ايه؟ عايز اعمل حمام. هنزل هنزل انا بس تحت. بس 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 حاضر. بس يا حبيب. بس يا حبيب. بس يا باب. بس مش يوم هبل خالص النهارده. معلش يا شيف. نعم. هو انت يا شيف لما كنت مسافر الهند كنت شغال شيف برضو؟
مين اللي سأل السؤال ده؟ الواد ده. افتح ايدك. انا مالي؟ افتح ايدك. عارف ده ايه؟ ايه ده؟ المضرب بتاع البيض. ها الله يسامحك.